فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما صحة هذه العبارة وهي كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثا؟ ما لها أصل العبارة دي، ما لها أصل، ما هو كل محدث فقيه، هناك محدثون حفظة فقط، وهناك فقهاء فقط يفهمون معنى الأحاديث، وهناك من جمعوا بين الأمرين الحفظ والفقه ويسمون فقهاء المحدثين، كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والبخاري، هؤلاء فقهاء المحدثين. نعم، وهناك حفاظ فقط ولا يتفقهون في الحديث، لكن يقومون على ضبط الحديث وحراسته من الموضوع والكذب والدخيل، لهم أجر عظيم في ذلك. نعم.